بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله. اخوان توضيح، البارحة يصادف الذكرى السنوية للشهيدين قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس، رحم الله جميع الشهداء ورحم الله الشهيدين القائدين العظيمين. لك العزاء سيدي يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، كذلك نعزي باقي عوائل الشهداء بهذه الفاجعة الأليمة. ولكن البارحة صار نوع من يعني خلينا نقول خطأ من قبل عريف الحفل، يعني فلربما زلت لسان، ولكن انا يعني مستبعد هذا الشيء. البارحة العريف الحفل يعني ادان بيانات سماحة السيد القائد من على منصة ساحة التحرير، يعني هو عدوكم واضح كوضوح الشمس، وليس سماحة السيد القائد. السيد يريد ان يجعل للعراق حيبة ومركزية ودولة قوية، لا نريد أن تتلاعب به الدول والإرادات الخارجية. لكن هذا العمل اللي قام به عريف الحفل مرفوض، وعتبنا كل العتب على الأخوة في الإعلام هيئة الحزب الشعبي. هو العدو واضح كوضوح الشمس، عدو العراق أمريكا وإسرائيل والدواعش الأنجاس الذين لا يريدون الخير في العراق. انتشرت صور البارحة، طبعا احنا نرفض هذا الشيء جملة وتفصيلا. انتشرت صور البارحة لتشويه صورة صفاء، اعتقد الشهيد التشريني صفاء السراي او كذا، اي صفاء، يعني شفنا احد المتظاهرين رش على الصوره. طبعا هذا الامر مرفوض، هذا الامر مرفوض، ما نقبل به هذا الشيء، يعني هاي فتنه صراحه. هذا الرجل هم شهيد، يعني فتنه هاي الاحزاب الفاسده. رجل وطني وضحى بدمه من اجل كلمه العراق. نعم. عتبنا على المنشدين اللي ينتمون الى الخط الصدري، طبعا متواجدين، وهذا لا ضير به، تواجد حلو وجميل، وكل الناس متواجدين، منشدين وشعراء ومهاوين كلهم متواجدين هناك. ولكن انت من سمعت هذا الشخص يعني ادان بيانات سماحة السيد، يعني هي واضحة الاشارات والكلام واضح، كان المفروض من المرشدين ان يسووا لهم موقف، والموقف هذا يسجل، بما انه انت صدري ومقاوم وشريف، لا نقبل احد بالمساس بسماحة السيد القائد مقتدى الصدر بحرف، وليس بكلام طويل عريض بحرف، وكذلك لا نرضى المساس بالجمهورية الإسلامية إيران ولا قياداتها ولا جمهوري. نعم، لا نقبل، لا نقبل المساس بجميع القيادات، ولكن التجاوز على سماحة السيد القائد مقتدى الصدر من على منصة ساحة التحرير هذا مطلوب، مرفوض اخوان، ما نقبل. يعني شفتوا البارحه السوشيال ميديا، التواصل الاجتماعي، يعني ادانت هذا الشيء. نعم، لا حد يزاود على مقاومه سماحه السيد مقتدى الصدر. السيد هو الاول بالعراق، السيد هو الذي قاوم المحتل الاول بالعراق منذ 2005 2006 2007، السيد هو المقاوم، لا حد يزاود على مقاومه سماحه السيد. ويشهد له العدو قبل الصديق. يا فيا اخواني جزاكم الله.
التجاوز على راعي الإصلاح مرفوض جملة وتفصيل لا نقبل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي النفوس وأن يحفظ العراق وأن يجعلنا نخدم الناس ونخدم هذا نخدم الوطن الجريح بحق محمد وآله. شكرا لكم جميعا.